كابتن علي، يمكن اجيلك في بعض الامور المهمه. يمكن مباراه النهارده تحصيل حاصل، ولكن اكيد ليها اهميه لكلا الجهازين الفنيين. شايف الموضوع ده ازاي؟ اكيد طبعا. هو احنا بس عايزين نشيد بفرقه سبورتنج، امبارح عملوا ماتش كويس جدا. احنا يمكن ما جاتلناش فرصه امبارح نتكلم قوي صحيح. فنيا كان في عشان كان في كمان بالظبط وبنجهز لماتش الولاد وكده، فبصراحه كان لازم نشيد بيهم ان هم بصراحه عملوا ماتش كويس جدا جدا سبورتنج. نفس الكلام فريق الاهلي رجال، عملوا برده ماتش، عملوا اللي عليهم. فده بالنسبه لفرقه سبورتنج. هينزلوا النهارده نفس الكلام، حتى لو الماتش مش فارق معاهم، حتى لو عندهم نقص في العدد، فهم برضو هينزلوا ماتش النهارده هيلعبوا مرتاحين، بيلعبوا باسكت حلو فرقه سبورتنج طبعا اكيد. والنادي الاهلي احنا بالنسبه لنا حتى لو البطوله محسومه، يعني برضو الماتش المفروض يعني ان هو ان شاء الله هيبقى ماتش كويس يعني اكيد. كابتن علي